الهدف من اهداف الصوم ان يرتفع الانسان على مستوى الغرائز. اذا ما ارتفع على مستوى الغرائز ما تقدر تعتبره سيد الموجودات. على يا استناد الان السماء والارض كلها لخدمة الانسان، جميع ما بالكون الانسان سيد الموجودات. من اجل ماذا؟ اذا صار البناء الانسان حالة، حال هالحيوان هذا المتدني اللي من اجل الغريزة يفعل كل شيء، اذا وين، اين انتهى هذا التكريم؟ اين انتهى هذا الاكبار من الله للعبد؟ وين الانسان هذا اللي يكون احيانا افضل من الملك؟ اذا الصوم شو يستهدف؟ الصوم يستهدف تربية الانسان، يعني دورة تدريبية، تحاول تدربه على السمو على الغرائز، سواء الغرائز متعلقها مادي او متعلقها معنوي، لان احيانا الغريزة متعلقها مادي، مثلا غريزة الاكل متعلقها طعام، غريزة الشراب متعلقها ماء، غريزة الجنس متعلقها مباشرة المرأة. لكن اكو غرائز اخرى، مثلا غريزة الانانية، تلقى واحد انانيته الدفعة الى ان يصور نفسه هو الافضل، يحتقر الاخرين، يحترم عرضه لكن ما يحترم عرض الاخرين، يشتم الناس، يعتدي على الناس، يستغيبهم. هذا اذا اشتغاب او اذا عمل عمل من هذا النوع، كذب على الله، كذب على رسوله، كذب على الائمة مع العمد، هذا هيك شيء ما الى صوم، صومه باطل. الكذب على الله يفطر الصائم، على النبي يفطر الصائم. ها يعني اكو كثير من الناس في هذا الشهر المبارك قد يكذب على مع العمد مع الارادة، اكو بعضهم يكذب على الله ويكذب على رسوله. الشهر مرة ما عنده، ما يدري، ما عنده ارادة وحد، او مرة بناء هاي الرواية اللي ناقلها صحيحة وما يدري انها كذب، لا هذا وحد، هذا شكل اخر. مرة لا والله انا اعرف ان هاي رواية كذب، ليش اجيب هالرواية الكذب؟ اكذب على الله، اقول قال الله والله عز وجل لم يقل، واقول قال رسوله والله والنبي صلى الله عليه وآله لم يقل، الكذب على الله او الكذب على الرسول. وبعض الروايات الغيبة تفطر الصائم، نعم جملة من الروايات تقول مرة النبي صلى الله عليه وآله على امرأة من الانصار تغتاب جميلة لها، قالها انت صائمة؟ قالت بلى. قال ضعوا لها طعام فلتأكل. نبه لي، يعني مع العمد. اذا اكو عندنا دورة تدريبية تتناول الروح، تتناول الجسد، تتناول الوضعية العامة للانسان، تريد تربيه يتربى يترعرع على مستوى الانسانية، لا يبقى على مستوى الحيوان. الحيوان يناطح بقرنه، يناطح برجله، انت تناطح بلسانك وبالوسائل الاخرى المؤذية. اذا وين العنصر الانساني اللي يريد الله عز وجل ان يتربى عندك بهذا الشهر؟ لان هالعملية هاي اذا ما بيها تربية تصير عبد. ارجوك الانسان متحمل عطش ومتحمل جوع ومتحمل ضيقة خلق، كلها من اجل ماذا؟ من اجل ان اتربى. اذا ماكو تربية اذا عليه من هذا؟ شنو الهدف من هذا؟